الروسية الصينية، وهذا ناتج عن الحوار الدائم المستدام بين زعيمي بلدينا، ونؤكد على ثبات الحوار الرسمي على مستوى القمة، وذلك ليس فقط في كل من روسيا والصين ولكن على هامش محافل دولية مختلفة. وفي أواخر السنة الجارية سوف تكون هناك جلسات للجان الأربعة المختصة التي تساهم في تمهيد للقاءات رئيسي وزراء البلدين. أولينا اهتمامنا الخاص لأجندة الإقليمية والدولية، ويوحدنا الرأي في أنه في ضوء تشكل العالم المتعدد الأقطاب يلعب التعاون بين بلدينا دورا هاما لاستتباب الاستقرار على الصعيد الدولي. اتفقنا على التعاون والتفاعل في مختلف المحافل الدولية بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون والقمم آسيا الشرقية وبريكس وغيرها، واتفقنا على ضرورة تفعيل مبادرة تشكيل في منطقة آسيا هيكلية أمن مشتركة لجميع دول هذه المنطقة، وتبادلنا الآراء المفصلة حول الوضع في شبه كوريا الشمالية في شبه جزيرة الكورية، واتفقنا على أنه لا بديل للحل السلمي للأزمة الكورية الشمالية، واتفقنا على تفعيل خارطة العمل الروسية الصينية التي تم وضعها في العام الماضي. ونؤكد على أن عدد كبير من بنود هذه الخارطة جديرة ويتم الالتزام بها، بما في ذلك الضرورة الاحتكام إلى الحوار. وتبادلنا الآراء حول تعاوننا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك نظرا لتوسيع عضوية المنظمة ونظرا للقمة المرتقبة للمنظمة في الصين. تحدثنا أيضا عن الآفاق للحوار الأفغاني الوطني، وذلك انطلاقا من نتائج المؤتمر الدولي للوضع في أفغانستان والذي انعقد مؤخرا في تشقند، واتفقنا على ضرورة تنسيق خطواتنا في هذا الاتجاه الهام. أيضا تطرقنا إلى مناقشة الوضع في سوريا، ونؤكد على تطابق مواقفنا من التسوية، وذلك أيضا انطلاقا من نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت أمس في أنقرة بحضور زعماء روسيا وتركيا وإيران. نحن مثل الجمهورية الصينية قلقون من السعي بعد القوى العالمية لتسييس التطورات على صعيد التسوية السورية، وذلك من خلال خلق استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية، ما قد يضر بالتسوية السورية بناء على قرار 2254، وفي إطار المباحثات المفاوضات بين الفرقاء السوريين في جنيف، وأيضا قضية تشكيل الهيئة الدستورية. ناقشنا أيضا الملف النووي الإيراني، ونؤكد على أنه أي محاولات لإعادة النظر في هذا الاتفاق تنتهك بنود الاتفاق والقرار الأممي، وأي محاولات لإعادة النظر في هذا الاتفاق سوف تضر بالجهود الدولية في هذا الاتجاه. ومرة أخرى أعربنا عن ارتياحنا من التعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، وشكرا. أصدقائي الصحفيين، قبل كل شيء أود أن
أهنئ الرئيس بوتين في بنتائج الانتخابات الرئاسية، وقد جرت في نفس الوقت جلستين للحزب في الصين لانتخاب أيضا الرئيس الصيني، وقد هنأ الرئيسان بعضهما البعض، وهذا يؤكد الشراكة المتينة بين الدولتين. وأيضا هذه الانتخابات قد أظهرت السياسة المستقلة لكلا البلدين وثقة الشعب بسياسة هذين البلدين، ونحن واثقون من العمل إلى قدما في تطوير علاقاتنا أيضا فيما يخص بتطوير أيضا علاقاتنا في حماية مصالحنا المشتركة، وأيضا في مواقفنا المشتركة في المواضيع والمسائل الدولية والإقليمية. وروسيا كشريك استراتيجي علينا أن نعزز التواصل بين البلدين، و هذا يدل على أن هناك في تطوير العلاقات هناك انعكاس لضرورة هذه العلاقات، وأنا والرئيس بوتين سوف نلتقي وسأقدم له تهاني رئيس الصيني، وأيضا سأستمع إلى وجهة نظر الرئيس بوتين حول العلاقات. وقد ناقشت مع نظيري السيد لافروف العلاقات الثنائية وأيضا المسائل الدولية والإقليمية، وقد ناقشنا قطاع واسع من هذه المسائل. والعلاقات الروسية الصينية قد حققت مستوى عال أيضا لتحقيق المشاريع في مجال الطاقة والاستثمار والفضاء وغيرها، وأيضا هناك تعاون إنساني وثقافي يجري على قدم وساق بين البلدين، سوف نعمل على زيادة هذا التعاون. وكذلك نحن نقوم معا بالعمل على تسوية الأوضاع في المناطق الحامية على الساحات الدولية سواء في بريكس وشنغهاي للتعاون والأمم المتحدة وغيرها. والمثال الذي نعطيه بتعاوننا يعطي مثالا واضحا يجب أن تقتدي به الدول الأخرى تشكيل عالم متعدد الأقطاب. فالعلاقات الروسية الصينية تعتبر الآن هامة، وخاصة بزيارة الرئيس بوتين إلى الصين في هذا الصيف القادم، وأيضا سوف نعمل على تعزيز الاتصالات على مختلف المستويات، وكذلك لقاءات على المستويات الرفيعة، وكذلك قمنا بتبادل الآراء خاصة في مسألة المشكلة النووية على شبه الجزيرة الكورية وسوريا وأفغانستان. وروسيا والصين كعضوين دائمين في مجلس الأمن يتحملان مسؤولية أكبر أيضا في تسوية هذه المسائل، لذلك لابد من الحفاظ على أولوية الحوار بين بعضنا البعض وتنسيق المواقف والسياسات الخارجية لكي نعيد الاستقرار والأمن إلى كل العالم. السؤال للصحافة الصينية. مرحبا معالي الوزير وانغ يي، الولايات المتحدة قد نشرت قائمة بالبضائع التي الصينية التي تفرض عليها ضرائب، فما هي تعليقاتكم على هذه القائمة؟
هذا الموضوع الآن في مركز اهتمام الإعلام، وقد جئت هنا لأناقش هذا الموضوع بشكل خاص مع الرئيس بوتين. فبعد فرض العقوبات الأمريكية على البضائع الصينية، علينا أن نجيب بشكل مماثل، وهذا يتعلق بمصالحنا وحماية مصالحنا. وإن الاقتصاد الأمريكي الصيني قد بدأت بالتراجع، لذلك نعتبر أن الولايات المتحدة تخطئ في حساباتها تجاه العلاقات مع الصين. فإذا حاولت الولايات المتحدة أن تستخدم العقوبات كعصا لإخافة الصين، فنقول لها أنها لم تختر الند الجيد لها. فالأمريكان وبذريعة أن الولايات المتحدة في المرحلة الأولى تستخدم الحرب الاقتصادية، وبالتالي لا تقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوات بحماية الهيمنة الاقتصادية، وإنما تقوم بزعزعة وتقويض المنظومة الاقتصادية في العالم ككل. والمجتمع الدولي يجب أن يقاوم هذه الخطوات أحادية الجانب وانتهاك القوانين، وأيضا الإصرار على النمو الاقتصادي العالمي. ويجب أن يتحلوا بالعقل السليم في نهاية المطاف. السؤال لآرتي، تفضلوا. طاب نهاركم. سؤالي لمعالي الوزير سيرجي لافروف. الرئيس ترامب قد صرح بأنه يجب على القوات الأمريكية أن تغادر سوريا، ولكن الحكومة الأمريكية صرحت بأن ترامب قد أعطى موافقته لتمديد وجود القوات الأمريكية في سوريا، وهذا يناقض تصريحات ترامب. فكيف تعلق موسكو على هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا لكم. ما نعرفه هو ما تعرفونه، ونستخدم نفس المعلومات التي تستخدمونها من خلال طرح سؤالكم. ومن الصعب علينا التعليق على هذه القرارات والتصريحات المتضاربة. هناك تساؤلات كثيرة، مثلا ما هي المهمة التي تقوم بتنفيذها الولايات المتحدة في سوريا وقواتها في سوريا، وأيضا أجندتها في سوريا وترويجها. نعم، لدينا تقييماتنا وتوقعاتنا، ولكننا نفضل أن نستمع من المسؤولين الأمريكان إلى المواقف التي يقومون بترويجها وتفعيلها في عدد كبير من الأنحاء في العالم، والتي تمس بمصالح روسيا والصين و دول الشرق الأوسط. نعم، هذه المواقف متضاربة، المواقف الأمريكية على الصعيد الدولي. وإذا تذكرنا، فهناك لا أحد من أعضاء اللجنة المختصة بالشؤون الدولية كان يشغل منصبه أكثر من سنة. فهذا الاستبدال المستمر وتبديل للموظفين ربما أيضا يؤثر سلبا على السياسات التي يتم تطبيقها وممارستها. نفضل الحصول على الوضوح، ومن أجل الحصول على هذا الوضوح لابد من إقامة حوار، وبين الفينة والأخرى يتم القيام بمثل هذا الحوار، ولكن النتائج حتى الآن قليلة، خاصة فيما يتعلق بإقامة التفاهم. أما إذا أخذنا الجانب العسكري، فبين
العسكريين الروس والأمريكيين. نعم هناك قنوات لإقامة التفاهم، ولكن لكل من روسيا والولايات المتحدة إمكانيات أكثر بكثير للمساعدة في القضاء على الإرهاب نهائيا في سوريا وتلبية متطلبات إنسانية للشعب السوري برمته، وليس فقط الجزء من المعارضة السورية التي تدعمها الولايات المتحدة حاليا، وربما يخططون لإقامة دويلة ما في الأراضي السورية. ونعم لدينا إمكانيات كثيرة ثنائية لإطلاق الحوار السياسي دون شروط مسبقة كما ينص عليه قرار مجلس الأمن، ولكن حتى الآن المواقف الأمريكية والغربية نرى فيها شروط مسبقة، وحتى الآن يعتزمون على أن يصرون على أن على نظام بشار الأسد الرحيل، وكل ذلك يخلق صعوبات إضافية في تنفيذ القرارات التي صوتنا بالإجماع من أجلها في مجلس الأمن الدولي، ولكن نستمر في إقامة الحوارات والاتصالات، وليس هناك أي وصفة أخرى إلا الحوار. Евгений Пиданов, международная жизнь. Мой вопрос. السؤال لمعالي الوزير وانغ إي: ما هو دور الصين وروسيا لعودة كوريا الشمالية للحوار في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية؟ إن الصين وروسيا جارتان قريبتان من كوريا الشمالية، والسلام في شبه الجزيرة الكورية يمس مصالح روسيا والصين، لذلك علينا تنسيق الجهود لتسوية الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وأيضا لتحقيق خريطة الطريق التي وضعناها، وقد ناقشنا للتو مع نظيري سيد لافروف الخطوات التي يجب أن نقوم بها، وخرجنا باتفاقيات، لذلك علينا أن نخفض من التوتر في هذه المنطقة، وأيضا نؤيد الحوار بين الكوريتين، والقمة التي ستجري بين الكوريتين وواشنطن نرحب به لحلحلة الأوضاع لإعادة السلام إلى هذه المنطقة وإعادة الطاقة النووية إلى الاستخدام السلمي وفقا لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن. فكيف يمكن تسوية هذه الأوضاع؟ أولا يجب اختيار المسار الوحيد لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا اختيار الطريق المشترك لتحقيق السلام المتين والاستقرار في هذه المنطقة، ويجب التوصل والتحرك في هذين المسارين معا على نفس المستوى. إن مشكلة نووية في شبه الجزيرة الكورية تقوض الأمن العالمي بشكل كامل، لذلك المسار في نزع الأسلحة النووية وأيضا نزع القلق من قبل كوريا الجنوبية تجاه أفعال كوريا الشمالية هو قلق وشكوك قانونية وشرعية، لذلك لابد من وجود حلول متكاملة لهذه المشكلة، وباعتبار أن هناك مشاكل بين واشنطن وبيونغ يانغ، لابد من إعادة الثقة بين هذه الدول وإجراء اللقاءات على مراحل، فعلى كل مرحلة من هذه المراحل يجب على الدول أن تنفذ التزاماتها، وهذا سيساعد في الإسراع في عملية إعادة السلام إلى هذه المنطقة، وعلينا نحن وروسيا أن نعزز تنسيقنا وجهودنا في هذا المجال.
الفشل وأيضا تكثيف الاتصالات معا للوصول إلى وتنفيذ الحوار الذي اتفقنا عليه بصعوبة. Сергей Викторович, к вам вопрос. Разрешите мне по-китайски? Исмаху ли ан атрах суал бис-сини? Ли маали аль-вазир الولايات المتحدة تحمل عصا التصرفات الأحادية، فقد فرضت العقوبات على الصين وكذلك على روسيا، فكيف تعلقون على هذه الأوضاع وفي الوضع المعاصر؟ فكيف يمكن أن نحافظ على النظام متعدد الأقطاب؟ من دون أي شك نرى أن هناك إدارة أمريكية تتخذ خطوات انتقامية على الصعيد الدولي وتقوم بتحرير كل الاتفاقيات الجوهرية التي تم التوصل إليها على الصعيد الدولي، وغالبية تلك الاتفاقيات قام بتبنيها مجلس الأمن، وهو ما يتعلق بالتسوية والاتفاقية حول الملف النووي الإيراني. والولايات المتحدة حاليا تطلب وتطالب بإعادة النظر في هذه الاتفاقية، وأيضا في يطالبون بإعادة النظر في الاتفاقية الخاصة بالمناخ والتجارة العالمية. واليوم ألقيت كلمة في مؤتمر موسكو الدولي لمسائل الأمن، وحتى يطالبون حاليا بإعادة النظر في اتفاقيات مينسك الخاصة بالتسوية الأوكرانية. وكل هذه المحاولات تؤكد سعي الولايات المتحدة إلى ممارسة السياسة المعتمدة على القطب الواحد والجانب الواحد حتى أكثر جهدا مما كانت تمارسه الإدارة السابقة. يوجهون مطلبا ما ودون أي جهود ومجهودات لإجراء مفاوضات، يطرحون على الجهة المقابلة مواقفهم، ثم يهددون باستخدام عقوبات. وأكرر أنها ليست دبلوماسية، بل هي في الحقيقة محاولة فرض مصالحهم على الآخرين بعيدا عن احترام مصالح الجهات المتفاوضة. إلا أننا نطمح أنه في نهاية المطاف سوف نتمكن من إقامة الحوار مع الولايات المتحدة. مثلا اليوم أشادنا بجاهزية الولايات المتحدة لعقد مفاوضات قمة لمناقشة الملف النووي الكوري، ولكن نعيش ونرى، وحتى الآن ليست لدينا ثقة كاملة بهذا الخصوص. ولكننا في روسيا الاتحادية دائما ندعم الأسلوب الذي يدعو إلى مناقشة كافة الخلافات بشكل مباشر، وأي ادعاءات بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية وتتدخل في الحياة السياسية للدول الغربية وغيرها من الادعاءات، نحن دائما جاهزون لمناقشة هذه التحفظات التي يبديها شركاؤنا الغربيون. فعلى سبيل المثال، عندما التقى الرئيس بوتين مع نظيره الأمريكي الرئيس ترامب على هامش قمة العشرين في العام الماضي، اتفقنا على إقامة الحوار حول الأمن.
تابعنا أيضا مع حضراتكم جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي. المؤتمر الذي يتم فيه التطرق إلى جملة من القضايا التي تهم الدولتين، وكذلك تهم مجمل قضايا المنطقة من بينها الأزمة في سوريا وكذلك الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة تعاطيها مع كلا الدولتين، سواء كان الجانب السياسي أو الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الأراضي السورية، وكذلك في أكثر من زاوية من بينها الخلاف الغربي الروسي على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، أو العقوبات التي يسميها وانغ يي وزير الخارجية الصيني عقوبات مفروضة على صادرات بلاده الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية بعض الإجراءات الحمائية أو الضرائب العالية التي تفرض على الصادرات الصينية الذاهبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حماية للمنتجات الأمريكية. سنظل مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة فيما سيرشح من أنباء عن هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الصيني.